عليكم، مساء النور، مساء الخير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة ديالي من ضمن الوصفات المفضلة عندي بالنسبة للشعر. هذه الوصفة كتحمي الشعر من التقصف، وكتكتف الشعر، وكتزيد تغمق لون الشعر، وكتلمع الشعر، كتخلي واحد البريق في الشعر. هذه الوصفة غنحتاجوا ليها المكون الأول. عندنا هنا واحد المعلقة صغيرة ديال الشاي، أي شاي عندكم، الأسود ولا الأخضر. عندنا هنا زيت السالمية، الزيت المحببة عندي بزاف. هاد الزيت كنحمق عليها صراحة، حيت فوائدها للشعر بزاف. من الفوائد ديالها أنها كتحمي من ظهور الشيب المبكر في الشعر، وكتحافظ على الطراوة ديال الزغبة. وهنا عندنا الزيت القطران، الزيت الرقيق، القطرة الأسود، الزيت الرقيق ماشي غليظ. هاد الزيت كيحمي الشعر من القشرة ومن الفطريات، زوين بزاف للشعر، وكيغمق اللون ديال الشعر. على بركة الله نبداو. عندنا هنا معلقه صغيره ديال الشاي كيف ما قلنا، غادي نديروا عليها جوج معالق كبار، على حساب عاوتاني الشعر ديالكم واش قصير ولا طويل. جوج معالق كبار ديال زيت السالميه، وغادي نديروهم على حمام مريم حتى يطلق الشاي في الزيت. المهم على حسب الطول ديال شعركم، اللي شعرها طويل تزيد الكميه ديال زيت سالميه. غناخذوا الزيت اللي درناها على الشاي وغنديروها في حمام مريم، وغنخلوها تطلق، يطلق الشاي في الزيت مزيان ويبرد، عاد غادي نزيدوا عليه زيت القطران. مصفينا الزيت ديال السالميه اللي طلق فيه الشاي، وغنخليوه حتى يبرد، عاد غادي نزيدوه زيت القطران. حيت زيت القطران الى دار في درجه حراره مرتفعه، الى سخن كيطلق واحد السموم اللي غادي يؤدي لنا الشعر ديالنا. دابا غادي نزيدو معلقه صغيره على زيت السالميه، معلقه صغيره ديال القطران، قرعة رشاشة، حقاش انا ما عنديش، ما كتوقفش عندي حاليا، داكشي استعملت هاد القرعة. تنحصلوا على هاد الخليط بحال هكا، ونمسكو به، ندلكو به الفروة ديال الراس ديالنا والاطراف ديال الشعر، شعرنا كله، ونخليوه فقط نص ساعة ونوصفو شعرنا، وبالصحة والراحة.